يشن مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي أعلن تغيير اسمه إلى الدولة الإسلامية إلى جانب مسلحي تنظيمات متطرفة أخرى هجوما منذ أكثر من أسبوعين سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه تشمل مدن رئيسية بينها تكريت والموصل. وأكد تنظيم الدولة الإسلامية نيته الزحف نحو بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف. ولا تزال محافظة ديالى تحت سيطرة الجهاديين فضلا عن نينوى في الشمال. مجاهدو داعش يقولون إنهم يحكمون قبضتهم على منطقة تمتد من الرقة السورية وحتى مشارف بغداد، وهذا يعتبر بنظرهم كافيا لإعلان قيام الخلافة الإسلامية التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى إيران. لم تعلن داعش ولا أهل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، لكن الفكرة الجهادية القائمة على إقامة دولة إسلامية تتجاوز الحدود الحالية هو الذي يجمع بين الأطراف الجهادية. وفقا لتشارلز يستر الباحث بمركز بروكنز بالدوحة، إن عدد المقاتلين بسوريا ما بين 6,000 و7,000، وفي العراق ما بين 5,000 و6,000 مقاتل. وتعتبر داعش واحدة من بين أغنى المجموعات الجهادية في العالم، وذلك ما يفسر تقدمهم بالعراق. استجيبوا لله وللرسول. تمويل داعش يساعده لا محالة في فرض نفسه وفي اجتياح العديد من الأراضي، ويساعده على شراء الولاءات واختراق موظفين حكوميين ودفع مال لهم، وكما يساعدهم المال في رشوة مجموعة أخرى تدين لها بالولاء والطاعة. إنهم يحصلون على أموال من خلال السيطرة على عدد من منابع الطاقة في سوريا، وقد نجحوا في ابتزاز مالي عبر شركات في مدن عراقية. تقدم داعش أحدث هلع وأثار بعض البلدان المجاورة التي رأت في التنظيم خطرا داهما، وحسب الخبراء فإن داعش تستفيد من مانحين فرادى في منطقة الخليج لتمويل عملياتها.